يا صباح الفل، النهاردة احنا هنروح نزور مدينة جبل طارق، ودلوقتي هنشوف واحد من أصغر المطارات اللي اتبنت في العالم. اتبنى سنة 1939، وكان استخدامه للحرب العالمية التانية. بيجيله على الأقل عدد سياح 500,000 في السنة، وفي نفس الوقت اللاندنج بيستخدم كشارع وبيقفل لمدة 10 دقايق للإقلاع أو لهبوط الطيران، وده الطريق الوحيد اللي بيوصل بين اسبانيا لجبل طارق. وعلى رغم صغر المطار، بس ما حصلش فيه ولا حادثة طيران قبل كده. جبل طارق ارتفاعه 426 متر، وكله من الجير. بداخل الجبل انفاق بنوها الانجليز او البريطانيين سنة 1779 لغاية سنة 1783، وطول الأنفاق دي 50 كيلو متر. بنوها عشان يخزنوا فيها الأكل والسلاح ل16,000 جندي، وكانوا بيخزنوا الأكل ده لمدة 16 شهر عشان الجزيرة صغيرة جدا، وعدد سكانها دلوقتي 32,000 نسمة، وده طبعا عدد كبير بالنسبة لمساحة الأرض. خلي بالكوا، كل القرود اللي فوق دي قرود برية، فخطر، مش سهل الهزار معاها. وعشان تطلع الجبل ممكن تطلع بالتلفريك او تسوق العربية، بس سواقة العربية صعبة جدا، التلفريك اسهل. وكل اللي موجود على الجبل هو عبارة عن شوية انفاق او قرود ممكن تتصور معاها. احتلتها انجلترا سنة 1704 اثناء الحرب الاهلية الاسبانية، وتخيلوا احتلوها في 5 ساعات بس، وضربوا عليها اكتر من 15,000 قذيفة، وبقت تحت السيادة البريطانية من سنة 1713. احتلتها انجلترا عشان موقعها الجغرافي، عشان بداية البحر المتوسط، وفي نفس الوقت انضمامه مع الاطلسي، وكانت واحدة من اهم الاماكن عشان كان بتربط التجارة بين امريكا واوروبا والهند، وهي واحدة من 14 دولة تحت الحكم الإنجليزي في العالم. وسط البلد هي عبارة عن شارع طويل مليان محلات، وزي ما قلت في بداية الفيديو كل حاجة موجودة فيه ديوتي فري، فانت هتشتري الحاجة بسعر كويس مناسب جدا، وبالذات الماركات العالمية هي دي اللي ممكن تشتريها رخيصة. وهناك كفاية يوم أو يومين بالكتير أوي، عشان هي بلد صغيرة بتتلف بسرعة. ودلوقتي هنتفرج على الفنار، وده واحد من أشهر المعالم السياحية اللي موجودة في البلد، وده واحد من أمتع المناظر اللي ممكن تشوفها هناك. ودلوقتي هناخد جولة صغيرة في البلد بالعربية، هفرجكوا عليها قبل ما نخرج من البلد. ودلوقتي هنروح نتفرج على الجامع، وده بناه ملك السعودية هدية للبلد. وكده يكون يومنا انتهى النهاردة، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ياريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب.